كلنا بناكل فراخ بانيه، النهارده هناكلها بصوص المارينارا والريحان. يلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هنجيب فراخ ونحطها في الدقيق، وبعدين في البيض، وبعدين البقسماط. هنزلها في الزيت السخن وهنطلعها على ورق مطبخ. ودلوقتي هنعمل صوص المارينارا. معلقتين زيت، عليهم 3 فصوص ثوم مفروم، وعليهم طماطم متقطعه مربعات، مكعب مرق، فلفل الوان، معلقتين كبار صلصه، معلقه صغيره ملح، معلقه فلفل اسود، معلقه بابريكا، ونقلب كله مع بعض. نحط كوبايه ميه ونقلب. بعد ما الصوص تقل نحط شويه ريحان. في صينيه بايركس هنرص الفراخ وننزل عليها بصوص المارينارا. نحط على الوش جبنه موتزاريلا، ونحط جبنه شيدر مبشور، وبعدين هندخلها الفرن الجبنه تسيح. وده كان الفراخ بصوص المارينارا والريحان. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. اشوفكم في حلقه جديده من محمر ومشمر. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.